النهارده معانا اخبار كتيره جايبينها لكم، لسه خلصانه ماتشات، لسه خلصانه على ارض النادي وبره النادي. بنتابع كل فرقنا وكل لعبتنا في كل مكان عشان نديكوا اخبار جديده لجمهور الاهلي ومشاهدي قناه الاهلي. هنبدا اول اخبارنا مع فريق كره اليد. فريق كره اليد سيدات النادي الاهلي كان السنه اللي فاتت حقق الثلاثيه او حقق الرباعيه، حقق كاس مصر وحقق السوبر وحقق بطوله الجمهوريه ومنطقه القاهره. ما شاء الله عليهم، فريق سيدات اليد دايما معودين على الانتصارات وعلى الانجازات. خلينا نقول ان هو كان عنده مباراه مع نادي السانتا. نادي السانتا لسه حديث الدخول لدوري السيدات السنه دي او السنه، ونادي الاهلي قدر يكتسحه ب 38-7. السكور كبير جدا، الفارق الفني واضح جدا، لكن في الاخر كلها ماتشات اعداديه، والنادي الاهلي بيلعب في المجموعه الاولى مع سبع فرق اخرين. الدوري ده منقسم لقسمين، مجموعه اولى ومجموعه ثانيه، بيلعبوا دوري رايح جاي، بياخدوا اول اربعه من كل مجموعه، بعد كده يلعبوا الراوند الاخير لدوري السيدات. المباراه دي كانت اتلعبت في كليه التربيه الرياضيه بطنطا، ده نادي طنطا الملعب بتاعه في كليه التربيه الرياضيه في طنطا، والاهلي الماتش الجاي هيلاعب مع هوليليدو، واللي هتبقى ان شاء الله باذن الله السبت الجاي في ملعب النادي الاهلي بالجزيره. تمنياتنا وامنياتنا الطيبه لفريق كره اليد سيدات بالنادي الاهلي باذن الله انه هيقدر يحقق البطولات اللي هو كان محتفظ بيها من السنه اللي فاتت. جدول ترتيب في مجموعه النادي الاهلي زي ما احنا شايفين، سبورتنج لعب 2 وفاز في مباراتين، له 100 هدف وعليه 34 6 بونت. كويس، النادي الاهلي بيجي في المركز الثاني بلعب مباراتين وفاز مباراتين، لا فيش اي هزيمه، بس 68 16 6 بونت. والثالث نادي الطيران لعب مباراتين، فاز برضه في مباراتين و55 ل 55 هدف عليه 40 6 بونت. زي ما احنا شايفين اول ثلاث مراكز في فارق اهداف، هو ده اللي مخلي النادي الاهلي في ترتيب رقم 2، لكن ترتيب الانديه سبورتنج الاهلي الطيران زي بعض ايكوال 6 بونت، علشان كده بس هم حاطين في الجدول بترتيب فارق الاهداف. نروح للمركز الرابع وهو نادي هوليليدو، لعب مباراتين وفاز في مباراه وهزم في مباراه، وليه 39 هدف وعليه 40 معاه 4 بونت. نادي الجزيره في المركز الخامس، مباراتين هزيمه فوز مباراه وهزيمه مباراه، ليه 47 وعليه 51 4 بونت، برضه نفس الكلام فارق الاهداف، هو اللي مخلي هوليليدو في المركز الرابع والجزيره في المركز الخامس. السادس الظهور، لعب مباراتين خسر في مباراتين وله 36 51 عليه ومعاه 2 بونت. نادي الرحاب اللي لسه داخل الدوري حديثا السابع، والنادي السانتا الثامن. زي ما احنا شايفين قدامنا في الجدول ان اول ثلاث فرق هم اللي بيتنافسوا في المجموعه دي، لكن الظهور والرحاب والسانتا لسه الفرق دي برضو مش هنقول حديث الدخول، فعلا هم حديث الدخول، فلازم يكونوا يعني عندهم شويه تدريبات، نقول نقعدوا 3-4 سنين يلعبوا في الدوري الممتاز لكره اليد سيدات علشان يقدروا يدخلوا الى المنافسه باذن الله. اكيد وجود يعني الفرق دي والدوري 16 فريق لسيدات، اكيد القاعده بتكبر، وده المطلوب عشان افراز لاعبات يكونوا متواجدين لمنتخب مصر باذن الله في المرحله اللي جايه، اللي كل مصر بتتمنى ان يكون عندها منتخب مصر سيدات زي ما احنا عندنا منتخب مصر اولاد وشباب وشابات، والامور ماشيه معاهم كويس جدا. نتمنى ان يكون وجود منتخب مصر سيدات باذن الله في المرحله اللي جايه. نروح نسيب سيدات اليد وهنروح لرجال كره اليد. رجال كره اليد دلوقتي الدوري واقف، اللعيبه في المعسكر في منتخب مصر بيستعد لبطوله الامم الافريقيه لكره اليد اللي هتقام ان شاء الله في تونس باذن الله في يناير. بطوله مهمه جدا بالنسبه للمنتخب المصري، 9 لاعبين من النادي الاهلي داخل المنتخب الوطني، وكمان التسع لاعبين دول لعبوا مباراتين مع السعوديه وقدر المنتخب المصري يفوز على المنتخب السعودي في المباراتين. لكن خلينا نروح لأولى لاند جرين، هو عايز يعمل ماتشين، بيتمرن الفرقه الصبح وبعد الظهر، كل الفرقه بيجهز جميع المصابين الناشئين، بيحاول يجمع الفرقه تاني مره لان اللعيبه الدوليه خلاص راجعه له مره تانيه. الدوري قدامه تقريبا 12 يوم ويشتغل تاني، يوم 31 باذن الله هنقابل نادي 6 اكتوبر، يوم 31 الشهر ده، فهو عايز يعمل ماتشين.
حاجه مهمه جدا، يخلي دايما اللاعبين في داخل المرحله الفنيه او داخل الاطار الفني يكونوا مستعدين دائما وابدا، لان في لعيبه لعبت مباريات مع السعوديه، وفي نفس الوقت لعيبه النادي الاهلي الموجوده لازم يكون عندها تجهيز فني للمباريات، فعايز يلعب ماتشين، هيلعب ماتشين ان شاء الله باذن الله مع نادي الزهور يوم 24 اكتوبر، وقدام منتخب مصر مواليد 2000 باذن الله يوم 26. هم المباراتين دول هيكونوا هيجهزوا فريق النادي الاهلي، اللعيبه المصابه والناشئين ولاعيبه منتخب مصر كلها توليفه واحده. لسه فرقه النادي الاهلي لغايه وقتنا هذا ما اكتملتش الصفوف، لسه في لعيبه مصابه بتتجرب، وان شاء الله باذن الله لما الدوري يرجع يكون لعيبه كامله العدد ويقدروا يعملوا حاجه كويسه باذن الله السنه دي في دوري كره اليد باذن الله.